السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، معكم المعلم زهير. كنتمنى من الله تكونوا بألف خير. كنشكركم على تشجيعاتكم وعلى تعليقاتكم، ربي يجازيكم بكل خير. اليوم إن شاء الله غادي ندير أنا وياكم ملاقية ديال راندا جديدة، ديال راندا شبيكة الدرس التركي منبتة بالعقيق ديال الزمرد. ان شاء الله يعني غادي نوريكم الطريقة في هذا الفيديو. الزمرد النمرة جوج او ثلاثة اللي متوفر عندكم. بالنسبة للحرير كما كتشوفوا، الحرير ديال القصبة عادي على اربعة الشعرات، كنقسمو على جوج شعرات وكنبرمو على جوج، يعني ما كنزيد معاه لا خيط عادي كما قالت لي واحد الاخت، يعني ما كنزيد معاه حتى شي حاجه، وكيجي متين يعني، وكنخدمو به الخدمه وكتجي منتهى الاتقان والجماليه. بالنسبه للابر غادي نحتاجو الابر النمره 11، يعني الابر النمره 11 اللي كيخدمو العقيق ويدخلوا الحرير يعني في نفس الوقت، نخدمو بهم الراندا. الخدمه ديالنا بديتها على جوج غرزات كما خدمت معكم سابقا، يعني كتجي شي حاجه خفيفه وانيقه وسريعه جدا. غادي نبداو الخدمه ديالنا على بركه الله. انتما انا هبطت هنا مع جوج غرزات، يعني جيت التوب غادي ندير دقه في التوب عادي، شفتو بحال هكا. غادي ناخد اول حبه ديال العقيق، اي لون اختاريتوه نتوما وذوقكم واختياركم. وبالنسبه للون ديال الثوب، انا هنا يعني غير في طريف ديال الثوب، بغيت نوريكم التقنيه ونشاركها معكم باش تستافدوا، وانتوما كيبقى الاختيار ديالكم على حسب البياسه والثوب اللي عندكم. دابا غادي ندير الدقه مباشره الفوق في الثوب، شفتوا كنصرف شويه العقيقه كنخليها يعني مفاجئه باش غندير غرزه فوق منها بحال هكا، وغنرجع في العقيقه ونجبد داك الخيط باش داك الغرزه يعني كتشد المكان ديالها جنب العقيقه. وكذلك غادي ندير الغرزه الثانيه تحت العقيقه مباشره، شفتوا بحال هكا. غادي ندير الدقه في الثوب، ما نبعدش بزاف، غنبقى غادي نفس المسافه يعني باش تجي الخدمه ديالي يعني مدقوقه من الجوانب. لاحظوا معايا مزيان، غنجبد الثوب الجهه الفوقانيه، وانا ديجا مجبدو بالابره يعني من قبل باش ما نلقاش معاه يعني صعوبه او مجهود، باش نبقى ديما نجبد. هو مجبد يعني كاحتياط، وغادي نزيد نجبد انا فاش نجي ندير الغرزه باش ما يجينيش مشرب من الجهه الفوق، باش يجي متساوي من الجهتين. هانتوما كندير الدقه في الثوب وكنصرف يعني مزيان داك الغرزه، تيبقى لي الخيط نفس العبار باش غندير فيه جوج الغراز. انا غندير الغرزه الاولى ونزيرها للجانب يعني ديالها لان ما نخدمهاش، وغادي ندير كذلك غرزه في اخر ديال هذا الخيط. غادي ندير الدقه ديال الثوب هادي، ننتقل للجهه الفوق مباشره بغرزه، شتو سهله وبسيطه جدا، وتعطي واحد الشكل وجماليه، شي حاجه جديده بغيت نشاركها معكم. كما كتعرفوني ما كنبخل عليكم حتى شي حاجه، كنتمنى ما تبخلوش علينا حتى حنا تشجيعاتكم ودعواتكم، وبالاشتراك في القناه يعني باش تنجح يعني وتعرف اكثر يعني بالاشتراك وجيم ومشاهده الفيديوهات والبارتاج كذلك حاجه مهمه. دابا غادي نخدم يعني العقيقه
الثانيه من بعد ما خدمت يعني الحبه ديال الشبيكه ديالي على هذا الشكل. هانتوما مباشره كنقص الفوق. كنجبد مزيان يعني باش ما تجينيش الخدمه غاده وكتوسع، يعني كنجبد مزيان داك الخيط حتى كنشوف نفس العبار اللي كنت كندير سابقا. كنرجع في العقيقه كندير غرزه في الجهه التحت، يعني والخيط دائري في هذا الاتجاه كما كتعرف. شفتوا بحال هكا؟ غادي نستمر كذلك دقه في الثوب ومباشرة دقة في الجهة الفوق. كنجبد داك الخيط عندي مزيان، يعني كنزيرو حتى كنشوفو وصل العبار ديالو وكنحبس. هانتوما كندير غرزة الفوق كذلك غرزة لتحت. كنخدم دقة في الثوب كنتقل مباشرة للجهة الفوق، كنجبد مزيان حتى كيمشي لي نفس العبار. كذلك كندير غرزة مزيرة في الجانب وكنجمع الخيط ديالي من الوسط. شتو؟ كنزيد الغرزة الأخيرة اللي بقات لي هنا. هانتوما شتو الخدمة ديالنا كتجي شي حاجة أنيقة وجميلة جدا. كنتمنى تطبقوها يعني وتشوفوها عن قرب وتستافدوا يعني منها. غادي ناخذ العقيقه المواليه كما كتشوفوا، هانتو بكل بساطه بكل سهوله الخدمه ديالنا كتمشي مطلوقه. ندير الغرزة لتحت باش كتوقف العقيقة يعني في المكان ديالها. هنكمل دابا الخدمة ديالي عادي. شتو بحال هكا؟ نفس المسافة دائما. كنجمع دابا الزواقة ديالي كندير كذلك الغرزة لتحت. شتو بحال هكا؟ شتو الخدمة ديالها كتجي شي حاجة زويونة ومنظورة حتى في الشوفة. غندير كذلك العقيقة يعني موالية. هكا شتو تا الغرز يعني في الجهة الفوق واخا متصلينش بيناتهم بالخيط كيما الجهة التحت كيمشيو نفس العبار ومدقوقين يعني نفس المسافة بيناتهم. هنرجع دابا في العقيقة باش ما نخدمش داك الخيط جنب العقيقة يبقى ليا يعني في جنبها ما غنخدموش وغادي يبقى يعني مشوه لي الديكور ديال الخدمة. عفوا خصني ندير هاد الغرزة يعني اللي من تحت العقيقة. انا سهيت معكم الشرح، دابا غادي نكملوا الخدمة ديالنا كما وريتكم. الطريقة والتقنية دابا مفهومة. كنتمنى تكون الفكرة والفيديو نال الإعجاب ديالكم. غادي نكمل أنا شوية الخدمة يعني باش تبان لكم بحال هكا. هانتوما كندير الدقة
ضروري من تحت العقيقة باش ما تجينيش نازلة للتوب وتبقى تلعب. هانتو كما شفتو هنا الفوق، كنعزل نفس العبار بين آخر غرزة والغرزة اللي غندير، ونجبد يعني عندي داك الجهة الفوق. هانتو كنجمعوا دابا الزواقة ديالنا من الوسط، كنديروا اخر غرزة كما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل، شكل انيق وجميل جدا. كنتمنى تكون الرؤية واضحة، يكون الشرح مفهوم، وتكون الطريقة مفهومة، تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش جيم الفيديو فضلا وليس امرا، وبارتاج والاشتراك في القناة باش تشجعونا بالاستمرار ويعني بتنزيل كل ما هو جديد ومميز. والى اللقاء.